النهارده هنعمل تغذيه راجعه في نافذه الرياضيات مع فصل اولى اول ابتدائي. هندخل حديقه مدرسه المستقبل للبنات ونقطف منها بعض الزهرات الجميله، ومع كل زهره هنقطفها هتكون جواها اسم ايه؟ بنوت. ونقطف اول زهره ونقول اسم الطالبة رهف محمد. يلا يا رهف. رهف هتقوم بإلقاء حجر النرد. اتفضلي يا رهف. طلع كام يا رهف؟ يبقى رهف هتحلي كام سؤال يا سنة أولى؟ اتفضلي يا أستاذة رهف، اقرأي السؤال. ما ترتيب السمكة؟ الأول الثاني الثالث. يبقى ترتيب السمكة كام؟ الثالث. برافو عليكي. بلاش القلم دوت، خدي القلم الأزرق ده. يلا جميلة، أسرع شوية. سنة أولى رهف حلت السؤال الأول صح؟ اه. يبقى هتروح تحطي إيه في الحصالة يا رهف؟ جنيه. جنيه، ما احنا اتفقنا مع بعض إن كل سؤال هنحله هنحط في الحصالة نحوش إيه؟ جنيه، عشان نشوف الجايزة بتاعتنا. يلا يا جميلة حلي السؤال التاني. ما ترتيب الدمية؟ الأول الثاني الثالث الرابع. يبقى الدمية ترتيبها الكام؟ احسنتي. هنروح نحط ايه يا استاذه في الحصاله؟ جنيه. طيب دلوقتي رهف خلصت الاسئله بتاعتها يا سنه اولى، يلا بينا نفتح الحصاله بتاعت رهف ونشوف الجايزه بتاعتها كام. رهف حوشت كام في الحصاله يا سنه اولى؟ 2 جنيه. اهم يا استاذه طلعهم كام يا استاذه؟ 2 جنيه. يبقى الجايزه بتاعت رهف هتاخد ايه يا استاذه؟ بونبونايه جميله زيها. نحيي رهف يا سنه اولى. بسم الله بسم الله بسم الله. ويلا بينا نقطف تاني الزهره يا سنه اولى ونقول الزهره الجميله مين. تعالي نقطف، وطلعت آلاء عبد السيد. تعالي يا لولو جميلة، هتاخدي حجر الايه؟ النرد. يلا جميلة قومي بإلقاء حجر النرد. طلع كام يا آلاء؟ يبقى آلاء هتحلي كام سؤال؟ خمسة. وكل سؤال هتحليه صح هتاخدي ايه؟ جنيه. يلا جميلة اقري اول سؤال. ما ترتيب؟ ما ترتيب الكرة؟ ترتيب الكرة الايه؟ الاول. يا جميلة احسنت يا آلاء. وعشان الكرة مؤنثة يا أستاذة فاحنا بنقولها الإيه؟ الأولى. وآلاء حلت صح يا سنة أولى، يبقى تروح تحط في الحصالة إيه؟ يلا يا آلاء حطي في الحصالة جنيه حوشي. يلا برافو عليكي يا جميلة. نحل السؤال التاني، اقرأي رأس السؤال كده. اكتبي العدد السابق وعدتي. والعدد؟ والعدد التاني. ها هتعملي إيه؟ 28. هنا هنكتب الايه؟ السابق 29. معرفش، حلي كده ورينا. يلا هيا لا هنعمل ايه؟ اسرع شوي. تلاتين. تاني
سنة أولى. آلاء كده حلت صح؟ لا للأسف يا آلاء ما حلتيش صح. ونقف كده عند عدد الأسئلة ديت عشان نختار زهرة تانية تحلنا السؤال بطريقة صحيحة وتركزي معانا يا آلاء. تمام؟ تعالي نشوف انت حوشتي كام في الحصالة بتاعتك. يلا حوشتي كام في الحصالة بتاعتك يا آلاء؟ يلا نفتحها. طلع كام في الحصالة بتاعت آلاء؟ جنيه. عشان هي جاوبت سؤال واحد بس هو ليه؟ صح. الجائزة بتاعتك ايه يا لولو؟ بالونة. يلا خدي البالونة بتاعتك ونحييها يا سنة سنة أولى برضو. بسم الله بسم الله بسم الله. ونركز عشان نشوف السؤال بتاعنا بيتحل ازاي. آلاء اتفضلي يا آلاء. ونختار زهرة يا سنة أولى عشان تحل لنا السؤال اللي آلاء صاحبتنا ما عرفتهوش. يلا بينا نشوف مين الزهرة اللي عليها الدور. ريناد عزت، تعالي يا ريناد بسرعة شوية. ريناد هتقوم بإلقاء حجر النرد يا سنة أولى. طلع كام يا ريناد؟ خمس أسئلة. اتفضلي حلي خمس أسئلة. نمسح الإجابة بتاعت صاحبتنا. اقرأي رأس السؤال وركزي يا آلاء يا ريناد. هقري العدد 28. اللي قبليها هنا هيكون ايه؟ علي صوتك. 27. احسنتي، لان السابق هو اللي قبليه يا استاذه، يبقى قبل ال 28 ايه؟ 27. طيب وبعد كده ايه يا استاذه؟ بعد ال 28 ايه؟ 29. احسنتي يا ريناد، روحي حوشي يلا في الحصاله. حطي ايه؟